طاقة مشعة له طول موجي معين تقوم المستقبلات الضوئية في شبكة العين بترجمته إلى ألوان، وتحتوي الشبكية كما هو معلوم على 3 ألوان هي الأخضر، الأحمر، الأزرق. نور، بيقولوا أنه لكل فصل ألوانه وتأثيراته على طاقة الجسم وأيضا لطاقات الغذاء من فواكه وخضار إلى تأثير بالغ بفصل الشتاء. نتعرف أيضا على الألوان بفصل الصيف وأنواع الأغذية المناسبة. بصيرنا نرحب بضيفتنا دكتورة غالية بغدادي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. قبل ما نحكي عن ألوان الصيف والأغذية، خلينا يمكن حكينا بحلقات سابقة عن طاقات الصيف، نمر يمكن مرور الكرام أو نذكر المشاهدين فيها. تمام. هلأ حكينا بالحلقات الماضية أنه الصيف وقت بيكون كتير شوب، طاقة الشخص على طول بتنزل، يعني بيصير نوع من الفوضى إذا بدك الكونية. يعني وقت بيكون شوب كتير أو بيكون برد كتير، بتحسي حالك أنه ما في تركيز، ما فيك تعملي أي شيء، تعب، جسمك تعبان، ما عندك حتى طاقة، يعني الطاقة كلها بتنزل منك. هلأ هذا الشيء بيأثر كتير علينا، بتحسي حالك أنت كتير حتى متوترة معصبة، ويمكن منزيد على حالنا هذا الشيء بطريقة غذائنا الغلط وبطريقة الألوان اللي نحن بنلبسها بهذا الفصل، فهذا كله بيأثر علينا. طيب غالية، عادة بيقولوا أنه الألوان الحارة ممكن تجذب، خلينا نقول، أو تخلي الواحد يعصب أكثر أو الهي، علما أنه الناس بتحب تلبس الألوان الحارة بالصيف. خلينا نحكي أكثر عن الألوان الصيفية المناسبة. تمام. هلأ بالصيف على طول أهم شيء نوع الملابس اللي بدك تلبسيه، يعني يكون كتير مريح، تكوني أنت لابسة شيء مرتاحة فيه، ما بيصير يكون كتير شوب وكتير الجو هيك مثلا معبئ وأنت لابسة شيء منك مرتاحة فيه. ليش؟ مثلا أنه أنا عندي طلعة ألبس هذا اللبس. هلأ هذا أنت بتكوني متوترة، أنت نزلتي حتى منطقتك، بتحسي حالك طول الوقت منك مرتاحة أبدا. أهم شيء نقي القماش المناسبة والشيء تكوني مرتاحة فيه. تمام. هلأ أفضل شيء هو يكون الملبوسات القطنية، يعني هي كتير مريحة. هي إذا حكينا على قماشة، إذا بدنا نحكي على الألوان، الألوان أهم شيء يكون الألوان الفاتحة، يعني الأبيض، الزهر، هدول الألوان كلها اللي بيعطوكي طاقة، إذا بدك بيعطوكي هيك بتحسي حالك كتير إذا بدك شفافة ناعمة. هلأ الألوان الأسود أو الأحمر الغامق مثلا، هذا كله بيسحب من الشمس، يعني فبتحسي حالك كتير بتشوبي حتى كتير بتعبي، فلازم نبعد عنهم. وخصوصي أنا بحذر للأشخاص اللي عندهم ضغط مرتفع، يعني في صبايا هلأ بلاقيهم بالشوب وهيك حاطين مثلا حجاب أحمر أو لابسين مثلا أنه الألوان حمراء كتير قوية ضاوية، وهو هيك بتحسي حالك أنه كل مالك أنت عصبتي وصرتي عندك يعني منفعلة، أي كلمة بتحسي حالك صرتي دغري هجومية. هاي شغلة. الشغلة الثانية يلي يعني كبار بالسن وبيحطوا هدول حجابات مثلا الملونة إذا سيدات أو شيء، بيصير عندهم ضغط مرتفع، يعني بيرتفع الضغط عندهم، فلازم على طول يعتمدوا الألوان الفاتحة خصوصي بهذا الوقت. طيب خلينا نحكي عن الأغذية بالصيف، قديش فعلا كمان بتأثر على جسمنا، على طاقة جسمنا. يمكن مثل ما قلتي نحن بتحسينا بالصيف نوعا ما خمولين، في وهن جسدي نشعر فيه، مع أنه نحن ما باذلين جهد كتير كبير لنشعر هذا الشعور. تمام. هلأ هو هذا تأثيره كله من نقص المي، يعني نحن بهذا الفصل كتير بننسى على طول المي إذا بدك، يعني المفروض هلأ وين ما طلعنا وين ما رحنا يكون معنا قنينة مي موجودة على طول بالشنطة، يعني نشرب كل شوي. نقص المي هذا هو اللي بيأثر هذا الشيء، بيعمل لك، لأنه بس ينقص المي بالجسم بيعمل لك هذا التعب، بيعمل لك هاي الطاقة بتنزل عندك، وخصوصي هلأ تعرق كتير وهذا الشيء، فأنت عم تفقدي مي كتير. يعني حتى بالشخص اللي ما بيعرف مثلا أنه نقصني مي أو ما نقصني مي، بيبين معه حتى من التبول، يعني وقت بيدخل على الحمام بيكون وقت يكون يلاقي أنه لون البول عنده صار أصفر غامق، هذا دليل أنه أنت لا صار عندك نقص مي، المفروض يكون اللون كتير فاتح، هون بيكون أنه هو عم ياخد مي كافية. فمن هون لازم نحن ننتبه حتى بطريقة الأكل، يعني نحن أنه شوب وهيك نحن بنروح مثلا بنلجأ للشغلات مثلا البيبسي، أنه مثلا بدك ترطبي أو شيء بتشربي الشغلات المشروبات هدول مثلا بيبسي أو هالقصص، هي كلها بتعطي كمان طاقة سلبية، حتى بالعكس تعمل يمكن نفخة أو هيك. تمام. حتى بالعكس بتعطشي أكتر وحتى بتتعبي أكتر، لأن كمية السكر الموجودة فيه وأنت شوب، فكل ماله بتتعبي. صح يمكن بوقتها بتشربيها أنت بتقولي يا سلام رطبت، بس لقدام لا بتحسي حالك تعبتي، حتى العصائر اللي داخلها ملونات أو هالقصص، يعني هي كلها مضرة. نحن لازم نعتمد بهذا الوقت بالذات على المي، يعني ثم المي ثم المي. إذا عصائر بدنا العصائر الطبيعية يلي حتى بتعوضنا عن الأملاح يلي نحن بنفقدها، لأنه نحن بيصير مع فقدان المي فنحن بنفقد كتير أملاح، فشو الشيء يلي نحن بيعوضنا؟ مثلا عصير البرتقال كتير منيح، أو عصير
الليمون. عصير الليمون من المشروبات اللي جدا منعشه، بيعطيكي انتعاش، بتحسي عندك طاقه كتير حلوه. والشيء الثاني بيعوض عن الاملاح اللي فقدتيها، خصوصي اذا ضفنا له مثلا النعنع الاخضر. كل ما لك انت عملتي مشروب كتير منعش اذا بدك بهذا الفصل، يعني على طول نشرب او نروح للشغلات الطبيعيه، ما نروح للاشياء المصنعه والشغلات الملونه. يعني الغذاء بشكل عام او حتى الشراب او شيء هو جزء اساسي بحياتنا وجزء اكيد من الطاقه اليوميه. يعني مثل واحد بيقول لك انا ما بعرف في لا اشرب شيء معين، ما بعرف اعمل كذا لحتى صحصح. شو الشغلات الثانيه اللي ممكن الاشخاص يعملوها خصوصا ببدايه النهار لنحفز هي الطاقه السلبيه مع خليها تبتعد عنا شوي، خصوصا مع موجات الحراره العاليه؟ تماما. هلا اكثر الناس معتمدين الصبح اكيد يعني على الفنجان القهوه كلياتهم، يعني ما فيك تقولي لهم بلا قهوه اكيد لا، بس انا بفضل انه قطعه الفواكه تكون قبل القهوه او التمر، يعني ناكل شيء قبل الفواكه قبل القهوه عفوا، لانه القهوه لما انت بتشربي القهوه دغري على الريق اول شيء. انت الناس اللي بدها تنزل من وزنها صار عندها تثبيت بالوزن، لانه القهوه على الريق او حتى النسكافيه هي بتثبت الوزن، بتعمل لك تثبيت للوزن. هاي شغله. الشغله الثانيه هي جدا مضره على المعده، فلازم ناخذ اي شيء ان كان قطعه فواكه مجففه او عاديه قبل ما نشرب النسكافيه او القهوه. او في ناس مثلا بتحب تاكل يمكن سندويشه صغيره او شو ما كان، المهم القهوه على الريق مضره جدا، يعني لازم نبتعد عنها. حتى بوقت الشوب كتير نخفف قهوة وشاي، ليش؟ لأنه بتزيد من التوتر عنا. فكل ما لك بتحسي حالك أنت مشوبة لحالك معصبة بتشربي المنبهات، كل ما لك بتعصبي. عنا الرياضيين هلأ في كتير ناس مثلا بيروحوا مثلا بيلعبوا رياضة أو شيء، كمان في شغلة إنه بينسوا المي، يعني المي لازم اللي هو عم بيلعب رياضة أنت المي تكون موجودة كل شوي يشرب مي، لأنه بيفقد كتير من الأملاح ومن المي اللي عنده، لدرجة إنه في ناس بالنوادي الرياضية بيغمى عليها يعني بينسوا شرب المي. فهون كمان لازم ننتبه. يمكن هاي المعلومة كتير من الناس بتعرف أنه يجب أكل شيء صباحا قبل فنجان القهوة، بس بتلاقي في صعوبة بتنفيذ هاي القصة، يعني بتلاقيهم قبل ما يفتحوا عيونهم فنجان القهوة والنسكافيه أول شيء. خلينا نحكي غير يمكن الوجبة الأساسية اللي هي الفطور، كمان خلال النهار يعني أنا ممكن يكون عندي 9 ساعات عمل لحافظ على هاي الطاقة، وأثناء العمل إحنا برامج بندخلها لأنه لا لازم القهوة، إنه كيف أنا بدي صح. طب ما صح إحنا بنصوم شهر رمضان 30 يوم، بنفيق بنضل عم نشتغل كل النهار من دون ما نشرب من دون ما، فهو بالنهاية هو برمجة. يعني نحن مندخل شيء لأنه حتى نعود حالنا على برنامج معين، أو مثلا ما بصحصح أو لا تحاكوني الصبح، يعني هي كلها برامج نحن مندخلها. لأنه هلأ المفروض بهذا الفصل بالذات نكتر أكتر شيء نعتمد على الخضرة والفواكه، يعني الأشياء اللي فيها مي يلي بتعوضنا، يعني حتى نحن بدنا شيء حتى الجلد، يعني بتحسي الجلد عندك بيتعب، بتحسي نوع من النشفان بيصير فيه مو طبيعي، هذا كله نقص. يعني غير أنك أنت عم تشربي مي المفروض تعوض، يعني يكون عندك 5 حصص باليوم يكون فيها خضرة أو فواكه. الخضرة اللي كتير لازم إنه نحن نعتمدها هلأ بهذا الوقت بالذات الخيار. الخيار غني كتير بالمي، يعني بيرطب، حتى القشور تبعه مفيدة، يعني أنت إذا أنت القشرة تمام حطيتها بتعطي ترطيب للبشرة مو طبيعي. برودة. تمام. هلا نحن على طول بنقول العصائر على طول بيروح مخنا لوين؟ للفواكه. طب هل نحن جربنا نشرب عصير خضار؟ يعني عصير الخضار بيعطيكي طاقه بهذا الفصل مو طبيعيه، انت جربي. وعصير البندوره تماما، يعني عصير البندوره عندك من المشروبات اللي جدا رائعه، عندك عصير الخيار كمان جدا روعه. ونحن اذا حطينا عملنا خلطه بين عصير الخيار وحطينا معه قطعه فليفله وعصرناها مع نقطتين ليمون، عن جد انت اخذتي مشروب طاقه، اعطاكي نشاط لقدام كتير وعطى ترتيب للجلد مو طبيعي. الناس اللي على طول عندها بتعاني من الكلاوي بفصل الصيف بيعانوا من أمراض الكلاوي والوجع بمكان الكلاوي، المفروض يتناولوا البقدونس، يعني البقدونس هو بينظف الكلاوي تماما، يعني ويكتروا منه بفصل الصيف، حتى لو عصير البقدونس. يعني هلأ نحن في صيحة عصير البقدونس هو إذا بدك بينظف الجسم تماما من كل شيء رواسب، إن كان كيمياء أو أي رواسب موجودة. فعصير حتى إذا نحن عصرنا البقدونس وكمان ضفنا له
الليمون وشربناه هو مشروب جدا روعة. يعني نعتمد هدول القصص، نعتمد انه 5 حصص بالنهار تكون فواكه او خضرة، يكون اعتمادنا اكثر شيء على الفواكه والخضرة، نبتعد تماما عن الشيبسات، عن الموالح، عن الشغلات المصنعة، هدول اللي هلأ بهذا الفصل بالذات كتير بتضرنا وبتنزل حتى من طاقتنا. يعني هو فصل لحاله متعب، وانت كل مالك بتحسي حالك ما عاد في طاقة، بتقولي شبني، طب ليش انت، طب انت غذائك غلط. لا وجمل اجمل لسه بتحمل حبيبتي، ما اكلت طول النهار مو مشكله، انا متعوده. يعني احيانا فعلا بتلاقي انه طول النهار بلا اكل ومجهود، اخر شيء يعني لحظه الجوع ما بتاكلي، فبترجعي على البيت بتروح كل القصص تمام. يعني او بترجعي على البيت بدك تعوضي بقى كل شيء فاقدتيه بالنهار، مالك اكلتي بدك تاكليه كله، وشو بيصير بقى امتى الاكل بيكون تاكلي وجبه، كل شيء بقى بدك تعوضيه بالليل. وهون بالليل نحن اكثر الناس يمكن ما بتعرف انه نحن بالليل الجسم ما عاد يحرق، بيوقف عن الحرق. يعني عند الساعه 8 صيفا و6 شتاء الجسم المساء ما بيحرق، يعني اي شيء بتاكليه بيضل، لدرجه انه ليش نحن كثير بنقول مثلا العشاء يكون خفيف او شيء، بدك تاكلي شغلات خفيفه حتى الجسم يقدر يحرق، اما لما بتاكلي شغلات تقيلة الجسم ما عاد يحرق خلص. وخصوصي في السيدات اللي بيتأخروا بالفيق الصبح، فهون أول شيء الجسم ما حرق، وتاني شيء الدهون تركزت. ليش في سيدات بيقولوا لك عنا دهون مركزة ما نعم تروح، بقول لها هل أنت بتتأخري بتاكلي بوقت متأخر وبتفيقي بوقت متأخر؟ أكيد إيه، لأنه هو هون ركزت الدهون بمناطق، فكمان هون صار عنده مشكلة تانية. هلأ المي كتير مهمة حتى بتنزل من الوزن، يعني بتنزل بتطرح كل شيء دهون زايدة، فهلأ المي يعني أهم شيء. أهم شيء. يعني كنا هلا عم نحكي يمكن بأول أخبارنا المنوعة لليوم دراسة عن أهمية إنه الناس ما تأكل أكل تقيل أو دسم بالليل، لأنه هذا الشيء بيخليها تصاب بالأرق. فمو بس الأرق، كمان السمنة ويمكن أمراض تانية كتير. خلينا هيك نروح شوي ونحكي عن الشغلات إذا فينا نقول محظورة اللي الواحد يبتعد عنها بفصل الصيف، سواء باللبس، بالأكل، بشيء معين ممكن غيره إذا بتعد عنه فهو بيقدر يكون ريح نفسه أكثر. تمام. هلا اكيد انا ضد بهذا الوقت بالذات ضد الاكلات الدسمه. يعني في ناس بتروح للاكلات اللي كثير يعني كثير فيها دسم او اللحومات الكثيره او هذا. هلا هي اكيد طيبه، بس انه هي كمان بنفس الوقت يعني مضره. يعني اذا واحد مو اكل طول النهار رجع اكل سندويش شاورما طيبه يعني. هلا هي طيبه اكيد خصوصي الشاورما يعني، بس هي من الاكلات اللي عن جد يمكن طيبه كثير بس بنفس الوقت دسمه. هلا الشاورما ليش ما نعملها بالبيت؟ هلا كثير هينه انك تعملها بالبيت، وبيكون هلا هو شو الضرر بالشاورما؟ الضرر فيها انه الدهن اللي كثير بيزودوه. هلا انت تمام هذا اللي بيعطي، بس بنفس الوقت هو بيعطيكي ضرر. هلا بتحسي حالك انت استمتعتي انت عم تاكليها، بس بعدها بتحسي حالك عن جد انزعجتي، يعني تكركبتي شوي، جهازك الهضمي شوي تعب من هي حالي ثقيله. هلا تمام. هلا ليش نحن حكينا بالحلقات الماضيه انه طعام يحرق طعام؟ مثلا لما كنت اقول انا اذا اكلته مثلا هيك اكله انه مثل الشاورما او هالشغلات، نحن ناكل معلقه دبس رمان بتساعد فورا على الحرق. يعني هدول الشغلات هلا بالصيف بتفيدنا، انه مثلا اكلتي شاورما تاكلي مع معلقه دبس رمان، اكلتي مثلا اكله مقالي مثلا شيء مقلي بطاطا او شيء تاكلي مثلا فورا كاسه مي وتحطي مع معلقه خل التفاح كمان هذا كتير بيريح. اكلتي وجبه رز ثقيله فيها كتير دسم وهيك فورا 5 ورقات نعناع بنعصر عليها نص ليمونه وبنمضغها مضغ. يعني هدول الشغلات هلا بالصيف طعام يحرق طعام كتير بيريحنا اذا اضطرينا اكيد ناكل شاورما مثل ما بتحب سلمى. بعيدا عن الشاورما، شو الوجبات خفيفة اللي لازم ناكلها مثلا قبل النوم؟ يعني هلأ نركز على أكل الزيت. يعني مثلا الفول مقلى، فاصوليا بزيت، الأكلات اللي فيها عن جد غنية بالخضرة مثلا، هلأ البامية مثلا بنعملها سلطة، هدول الشغلات نعتمد على هالقصص. صحن السلطة كتير مهم، يعني نعمل هيك صحن سلطة وكل يوم ننوع شكل بيعبي المعدة تماما. حتى هلأ بهذا الفصل عندك صحن السلطة إذا منضيف عليه التفاح الأخضر اللي بيكون حامض، يعني نبلش نضيف لسلطتنا التفاح الأخضر أو حتى البردقان. فهون بيعطيكي انتعاش وانت اكلتي وجبه كامله. يعني انت اذا عملتي صحن سلطه ضفتي عليه تفاح حطيتي عليه اي نوع من الجبنه انت اكلتي وجبه كامله، بتحسي حالك استمتعتي ما تقلتي وكنتي كتير مبسوطه. الفواكه كتير مهمه حتى لو كانت مجففه. هلا في حال كمان حتى في ناس تقول لك هلا ناشفه الفواكه المجففه او شيء، اذا بننقعها بالمي مثلا التمر عنا نقعناه بالمي لمده ساعه او ساعتين، بعدها شربنا الميات واكلنا التمرات انت عملتي هون
غير يعني عملتي شغلة كتير روعة، أول شيء للمعدة سهلتي على طريقة طرح الطعام هالهضم، وثاني شيء أنت أكلتي شغلة كتير مفيدة ورفعتي معدل السكر عندك بطريقة كتير حلوة، يعني بدون ما تضري حالك أو تاخدي سكر مصنع. يعني في شغلات موجودة عندنا نحن بالبيت بس نحن يمكن على طول بنلجأ للشغلات السريعة أو الشغلات برا. يمكن سبب ضغط العمل والوقت القليل، بتلاقي فعلا يعني كل البيوت أغلبها صارت وجبات سريعة، البطاطا المقلية، البيتزا، الشاورما، كمان لاستثمار الوقت، بس بنفس الوقت لازم نحافظ على وجبات أساسية. يعني فينا نحن نمرق هدول الأكلات نوعا ما بس ما تصير هي يمكن سلوك يومي ما نتعود عليه. أكيد طبعا. هلأ مثلا مثل أنتوا طالعين مثلا على الشغل، وين الغلط إذا أنت من البيت جبتي معك تفاحة أو دراءة أو شيء مثلا بهالوقت؟ هلأ هيك نحن على الهواء نأكل. هلأ شهيتينا الأكل وخليتينا نذكر الشاورما والفئة بكير وهلأ صار هيك اللي عم يجري عم بتطلع أنه بالجنان اللي قاعدين فيها لا في برتقان ولا تفاحة ولا شغلة، هدول كلهم هلا بس يخلص الهواء بدك تجيبي لنا اياهم. خلص شكرا منك هدول. لا بس انه الصبح ونحن جايين بتلاقينا مثلا انه الصبح الساعة 7 هو على السريع. هلا في نقطة هون، كلي شاورما ما عندي مشكلة بس كلي قبلها صحن سلطة او اي قطعة فواكه لانه بساعدك. الساعة 7 بكون الشاورما بعرف. تماما. انت يعني حابة خفف يعني ساعتها هون، وحتى بتساعد على طرح الطعام، ما بيصير عندنا هذا التخمر. هلا اكثر الناس بيروحوا بياكلوا مثلا وجبة الغداء بعد الغداء الفواكه، هون انت صار بالمعدة في نسبة تخمر عالية، صعب انه ينهضم الاكل. اما انت لما بتاكلي الفواكه اول بعدين وجبة الاكل، هون انت ساعدتي كتير على جهاز الهضم انه يهضم بسرعة. طيب حكينا هيك، مرينا مرور سريع اليوم على بعض الالوان اللي قلتي لنا لازم نبتعد عنها، اللي هي مثل الالوان الحمراء الغامقه، الالوان الداكنه. بعض الناس بتسال مثلا الالوان مثل اللابستيه الاصفر او الاحمر او الاورانج او هي اللي هي الدافئه بالعموم اساسا، هل بتاثر شيء؟ بتجذب حراره او طاقه ولا عادي ما بيأثر؟ لا اكيد لا. هلا هدول الالوان مثل الاصفر، مثل الزهر، مثل الزهر الفاتح، وفي درجات معينة. تمام. يعني لا اكيد بيعطيكي طاقه كتير حلوه بس نحن ما نبالغ، يعني ما ناخذ الشيء اللي جدا فاقع. يعني الزهر مثلا ناخذ منه اللون اللي فوشي القوي الضارب كتير، هدول الالوان اكيد بيعطيكي، هو بيعطي للجسم ضوجه، يعني تحسي حالك انت ضايجه. هلا مثل يوم لابسه مثلا لون نيلي، هلا هو من الالوان الغامقه صح، بس بفصل الصيف هو كتير منيح. ليش؟ لانه بيعطيكي هدوء. يعني نحن شوب وهيك وممكن جو تعصيب او شيء، فعلى طول بيسحب منك التعصيب اذا بدك، او مجرد نحن ما طلعنا بتحسي انه في شيء مريح. مثل حتى نور مثلا لابسه اليوم الالوان يلي كتير كتير رايقه اذا بدك، يعني في اكثر من لون بس كله رايق، يعني ما بتحسي حالك انت مزعوجه انت عم تشوفي. والشيء الثاني بيعطيها رواء، يعني فنحن بس بدنا ننتبه لدرجة اللون ودرجة الـ يعني هيك مثل ما بيقولوا الضربة فيه أو اللون الفاقع هون اللي بيأثر علينا. طيب دكتورة غالية، كنا سعيدين بوجودك، معلومات دائما جديدة بتكون معك، نشكرك على وجودك معنا ودائما في إلنا متابعات بالحلقات الجاية. حبيبتي تسلمي لي. شكرا لك دكتورة غالية، ودائما هيك معك بيكون عنا خلينا نقول شغلات بنبدأ فيها يومنا طاقة إيجابية وجانا، وأكيد ناكل هلا.